ما هو التطير؟ يرم جرم دقن امنه. التطير هو الإنسان لا يتوقع الخير. نصر عافية السلامة يتوقع قدوم الشر. يرم جرم دقن جمان يرم جرم بول آدم بير جاخشلقتن جلشن متبين بير جماندق بول قلشن متبين. كيف؟ خانده يتشالي مثلا يريد يخرج للسفر. مثلا سفر غا تشخص قلتت يرى كلب أسود أنا قريت تقول قلت أو غراب يوصل بير قرغان أقول أو يسمع صوت حمار مثلا كبير يشكت غير عن نقط أو يرى إنسان به مرض به يعني على في العين شيء جوزه بير قيش نقول بير غور غور واتقن قيش نالنا نقول كبير جوز نقول بير غور غبر سقر قيش نقول أو لا يسافر في بعض الأيام جوزه بير جيبر يوزق شبير قندور يسافر غصب أو يقول هذا الطريق أنا لا أمشي فيه لأن مشيت فيه قبل وحصل لي حادث جوزه منا وشول جول من بربا مديت وشول جول قطشتم من منا بير غنر بير بالي ولا تويد ما علاقة هذه الحيوانات بعلم الغيب يمكن وشول جانوار لاردن خنداي بير قايب تغولهم يلين من خنداي بالانس ور وهذا كثير في الأمم إلا من رحم الله. نا بيز نمت وستوي ابناي. الله تعالى راين كل غندردن باشخا. كو أيوة قبتت قول. هذا كله من الشرك. نا وشنو بارس الشرك. فلا يمكن أن المسلم يتطير. مسلم دائما يتفاعل. مسلمان هيك قتان جمان يرم جرم عايشين بيت. على تسكين سير جاخشة ورقب جاخشة لقت قتتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في الدعوة. پیغمبر صلى الله عليه وسلم جانگدان نه یک بیرونی باشند دعوتن باشتند. ماذا حصل له؟ آقا من يولغن ديت قنده يولغن حصل له العداوة من قومه وقالوا عنه كذاب وساحر ورادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ أنا قومنا آقا بلغن دشمندق بلغن أنا يلترقس كالجين أنا سيقرتي جلغانسي دوايت قان قومنا نوزن مني قنده يزلق بير تطيان كالجين وشون دو جمان غرم قطر غلاله وشون دو لا تفاعل عليه الصلاة والسلام شو قريت خيره وزخشلت بيته وبعض الناس اليوم يتطير حتى بالقرآن جير أدم در بيقول كونه علمي شو القرآن منين بيرغنا يرم جرم قصات الآن هو متردد يتزوج أو لا مثلا بلانشا من يلون سن بيجا يلون مسون بيجا بتشك تنترد يقول له خذ القرآن أغايتش القرآن دالد وافتح هكذا أنا عاد شو قال عن جد إذا وقع النظر على آية فيها رحمة تزوج أنا يقدر جوزم وشو رايم ترالو بلغن آيات كجوزم تشتى نظرهم تشتى demek yülenmedi. Aya fiha azab la tetezevvec. Eğer de azap turalı o ayette birinci görsen, anda yülenmedi. Hada tetayyur bil Kur'an. Bu olur şu Kur'an benim bulgan ırımcırım dedi. Av kalu lehu khud varda. Cevol olsa bir ağa güldü, bir rozan aldıydı. Naam. Ve ebda hakeza kul hada tetezevvec. Anan bir ön ayet al bunu yülen deyip, bir önü cülat, bir barağın cülat dağı aytat yülen deyip. La tezevvec. Bir özün cülat dağı yülen be deyip. A tezevvec. İkisi aytat yülen. La tezevvec. Yülen beyim deyip kayra cülat. A tezevvec. Tevakkalna ala Allah. Allah'a tevakkal kılavuz deyip demek buna yülenim deyip aytat. Hâde tepayyum. Kalgan bulsa. Bu loşa önüne ırım cırın. Anta ted'u Allah subhanahu wa ta'ala anna Allah yahtar lakil khayr. Sen buna Allah'a dua kıl dağı. أنا الله تعالى سقى جخشنا تنا بيرس نب خرجت في سفر ينقطع الثوب تنكسر النظارة لا ترجع لهذا الأمر. إذا ده زين سفر قصص خمس خمس سن إذا ده جيم بير عارف قصة جوسو نظارة ماش تنكسر هذا النظارة مثلا. أشكن بزوب سنب سنب قلقان بوسو توم تقطعه ده سفرنا تقطعه. هذه ليس لها علاقة بالسفر أنك تذهب أو لا. بول نرسن إنسان سفر منين بايلانش جوخ تين سفر قصص خمس متخ بايسن ب لا ترجع إلا لسبب شرعي أو حسي. بيرل شرياتك زي مثلاً بير فيزيكالك بير شنو؟ أوبت منين بولغون بير سبب بول مونشا جونلا قايت قلبه ديت سبب. يعني يقول لهذا اليوم يوجد أمطار ويوجد سيول ومياه والطريق منقطع لا تستطيع تسافر اليوم يقول الحمد لله. مثلاً بعدين شبيرو عايش ممكن. سين بيجون جولغة تخبا. أنتينا بيجون جان دار بولو تات بيجون سيل جرو تات. жолдо жолдор жабылып калган дейт. Мына ушундай болсо жолго чыкпайт. Ау сабаб шарий мисалан يقول له انت كنت تريد تسافر وهذا المكان الذي تسافر فيه فيه مثلا منكرات في شيء محرم لا تسافر يقول الحمد لله. Буга чейинки бул физикалык болду эми шариаттык дегенде мисалы ага айтып отурат сен ошо бара турган жерде бир кандай бир шариатка каршы болгон бир бир мункар жаман арам иштер бар дейт. Ошол себептүү сен барба деп анан شو سفرك تشبعت بول شريعة كيف مسلم عاقل ينظر إلى الطيور خانتك مسلمان وشنا يرمجرم قاوشنا تشم تختار غريت ولا يتوكل على الله سبحانه وتعالى أنا
الله تعالىغا توكل قبيت. فبعض الناس يستيقظ من النوم يقول أنا أشعر اليوم أن مصيبة قريبة. نجير أنا مدر أيقونت تيت. تندو إرتمين أيقونت وأنا سيدتي. من بند بيجون بيرقاند بير بالي أولو تيب سيدو تامديت. نفسي مقبوضة. من بير جرو من قصلو تاتي. أعوذ بالله هذا كأنه يعلم الغيب. بول نا الله سبحانه بول يوزو قايب تبلغن ديسي أختو. هذا يضحك يضحك. مثلاً بلان كشكل يقولوا تات خذ قرطة. هذا يقول أعوذ بالله. كأنه يزعم أنه بعد الفرح الضحك تأتي مصيبة. وباشخة آدم ولد تاني بول ديجن الله سختاس بول جيتش كله قلوتات هذا روشو سوينجون نرتان بيرغا بوا بير باليه قلتت. أو يقول أعوذ بالله اليوم في الصباح أنا رأيت فلان هذا مشكلة إذا رأيته في هذا اليوم اليوم هذا غير سعيد. جو بس بير آدم ليتات نا وشول قشي وشول بير problem ديت نا وشول دان بير مشكلة بتر وشول من بير جنو قرصة مليرت من قرصة وشول جنو خين سكتر بلتت. إذا هذه الأشياء ليس لها علاقة بعلم الغيب. Demek usul derslerden hiç kanda bir kayıp tağı olgan ilim menen baylanışı yok. Müslim daima yetefaal. Müslüman daima jakşı oydu olut. Yani hada şeyh ja'al ittisal as-sa'a 2 fil leyl. Mesela bir kişiye tündü saat 2'de biri telefon men çalıp kaldı. Eşi kul. Ne deyit? Ma yekul la'allu khayr au hada. La yetefaal enne kul şey yusibel muslim fe huve khayr. Yok bunda bir zaman bir ölüm kılbay. Biliş gerek. Emine gana gelip kalmasın adamına bağırdık neyse cakşılık da biliş gerek. Naam, mümkün saatinin filiyle tesir aleyhi kule 40 milyon caat elhamdülillah. Mümkün sağa saat tünde 2'de neye çalıyordun? Mümkün sağa ait olasın. Sağa bir 40 milyon gelip kaldı de süyündürmedin. Sahih. İzen kul ma yusibel muslim fahu khayrel muslim la yetetayyar. Demek ki Müslüman'a gelgen derslerinin bağırdık en ağın tüm cakşılık. Müslüman bir zaman ırım cırımdırağa işin beyin. Men yetetayyar. مهم جرم 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 قاشنات المشرك المنافق بير مشرك شرق قلوچو جبر منافق 200